هنتقل بقى مع حضرتك لملف المناطق العشوائية والمناطق الغير الأمنة. يعني بس في القاهرة لو هنتكلم تحديدا على القاهرة، نسبة المناطق الغير آمنة في القاهرة وصلت حوالي كانت 29%، وتم التعامل مع حوالي 46% منها. تمام. دي نسبة كبيرة، احنا بنتكلم في حوالي النص بإذن الله. احنا في نهاية سنة 2020 في توجيه من سيادة الرئيس ان القاهرة تبقى خالية من المناطق العشوائية وخالية من المناطق الخطرة ومهددة للحياة. احنا في البدايه لما في بدايه تولي سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي للمنصب كان وجه بازاله المناطق العشوائيه وحصرها. كان الكلام ده صعب جدا ان يعني ان حضرتك تتقبليه في الاول، او يعني اهلنا يعني كانوا متخيلين ان الكلام ده صعب ان يحصل. كنا متخيلين هو خلاص امر واقع. خليني اقول لحضرتك، لكن الاصرار والعزيمه ان نبني مساكن. حضرتك شفتي الاسمرات طبعا مثال يحتذى به في كل الدنيا، عمارات سكنيه بالفرش بالعفش بكل الاجهزه الكهربائيه موجوده. حضرتك بتنقلي المواطن من بيئه غير امنه، بيئه مهدده للحياه، تسكنيه في اماكن مكان راقي، بيبني الانسان، بيغير حياته. الموضوع مش تغيير للواقع اللي كان عايش فيه بس، لا، الموضوع تغيير للفكر بنيته النفسية الإنسان، وانتمائه أصلا للمجتمع ودمجه بالمجتمع، وببني بني آدم بيقدر ينافس في نواحي رياضية ثقافية دينية. فعلا الناس دي لما راحت هناك في تأثير جدا خاصة في حياتهم، ابتدى يطلع منهم ناس في أبطال رياضيين في مجال التايكوندو والجودو، ابتدى يطلع منهم ناس حافظه القران، انشطه ثقافيه ورياضيه، كل حاجه اتغيرت في حياتهم. طيب دكتور، يعني الحقيقه في اتجاهات، ويعني شايفين اتجاهات مختلفه في الايام اللي فاتت. يعني سياده الرئيس كان اتكلم عن الجراجات المغلقه واهميه فتحها، وده طبعا هيساهم بشكل كبير جدا في تخفيف الزحام، واكيد ليه اهداف ثانيه. عايزه اعرف من حضرتك اهميه فتح هذه الجراجات ايه؟ خليني اتكلم بس الاول ان مشروع زي مشروع الطرق اللي حصل في شرق وشمال القاهره، يعني الدوله كلف فيه 32 مليار جنيه. الرقم ده تقريبا، يعني الرقم ده رقم كبير جدا جدا. مش بعد ما نعمل الشوارع دي او الطرق دي او المحاور الرئيسيه دي يحصل ان الناس تركن في الشوارع الجانبيه، يبقى انا ما عملتش حاجه. انا عمال اعمل اسفلت ووسع الشارع واكبر الحارات المروريه عشان اعمل سيوله مروريه، مش هسمح ان حد تاني يبقى موجود في الشارع. سياده محافظ القاهره كان توجيهه لينا ان احنا ننزل نبص على الجراشات. الجراشات مفيش حاجه اسمها جراش يبقى مغلق، مفيش حاجه اسمها جراش يبقى مغير نشاطه، مفيش حاجه اسمها جراش ما ينفعش يستخدم. اللي ما ينفعش يستخدم ده لازم نخليه ينفع يستخدم. انا دكتور مهندس مدني، فيعني اقدر احكم على الحكايه دي كويس. فكان هو بيمر معانا مرور ميداني للامانه، يعني بيبص على الاماكن بنفسه، بيشوف في خاصه في محاور شرق وشمال القاهره اللي تم تطويرها، بيتاكد ان الجراشات تم فتحها، بيجي لنا توجيهات كل يوم مثلا لو فيه هو شاف حاجه وهو معدي. يا فندم، بخصوص بقى يعني فتح الجراش، فتح الجراج، لا وكمان بخصوص ان في بالفعل مالكين العقار مثلا بيبقى في جراج مثلا بيتعاملوا معاه لان هو بيغيروا استخدامه، يعني من جراج لشقه سكنيه او لنشاط تجاري. هو خليني اقول لحضرتك اغلب الجراجات مش متغيره لشقه سكنيه، هي يعني متغيره لنشاط مخازن تجاري، الكلام ده كله في الغالب ده بيبقى ايجار، صاحب العقار ابتدي يعمل مكان مش مناسب. طيب يتم التعامل ازاي بقى؟ لا يا فندم، بيبتدي تدي له مهله اسبوع 10 ايام اخلي المكان، ما خلاش بيبتدي يتعمل محضر اداري، بيبتدي نعمل فتح للجراشات دي، بنبتدي نقول للسكان تعالوا يا جماعه شغلوا الجراشات دي، لو ما لقيناش عليها اقبال بيبتدي الحي يشغلها كساحات انتظار باجر، بحيث ان لازم الجراشات دي تتفتح.